وإلى اليونان التي تستعد لأن تستقبل يوم غد الاثنين وفودا من السياح الأجانب بعد تدابير العزل التي فرضتها في مارس لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ولكن وسط الامتناع عن استقبال رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة وفق ما قاله وزيرا السياحة والصحة. وسيخضع كل المسافرين القادمين بدءا من يوم غد من إيطاليا وإسبانيا وهولندا إلى فحوص طبية فور وصولهم وفق الحكومة.